الله يعطيكم العافية. في هذا الفيديو بدنا نشوف كيف بدنا نعمل ديليت من خلال بي اتش بي. الديليت الفلو تبعه شوية مختلف. ليش؟ هو الديليت طبعا احنا هنا راح نضيف لينك نقول له ديليت، بس هو فكرة الديليت شوية مختلفة. ممكن واحد يجي يسألني طب انت في الديليت بتبعتش بيانات اصلا، انت في الديليت يعني كبوست بادي بتبعتش بيانات. بس في نفس الوقت تمام انت كلامك صحيح، بس في نفس الوقت مينفعش ان انا اعمل الديليت كلينك عادي، يعني لا هو لينك عادي ولا هو فورم. هو مش فورم، انت في الاخر بتبعتش يعني فيش بيانات بتبعتها غير الاي دي، وهذا بتبعته في الجيت باراميترز، وهذا في الجيت باراميترز. بص الجيت باراميترز بينفع تبعته بفورم وبدون فورم، يعني في نفس الوقت ما ينفعش يكون لينك عادي لانه انت بتنفذ في الاخر ريكوست. فانت هتعمله فورم، او احنا هنعمل الايد او الديليت عفوا فورم وله اكشن فعليا، لكن اللي هيظهر منه هو فقط بس اللينك، اللي هيظهر منه هو اللينك. انا حابب انه يكون الاكشن منفصل، فممكن ان انا اجي اقول له هنا نيو فايل ديليت اكشن دوت بي اتش بي بي اتش بي بي اتش بي. طيب بدي اخذ بس الانكلود تبعت الدي بي كونكشن. هنا بكتب الكويري بتساوي طبعا اف اسيت. انا راح ابعت الاي دي في البوست مش في الجيت، راح ابعت الاي دي في البوست مش في الجيت، وهنعرف لاحقا ليش انا بعته في البوست على الرغم ان انا كنت قادر احطه في اللينك مباشره زي ما حكيت قبل شوي. هنا اف سيرفر ريكويست ميثود ايكوال ايكوال بوست. هنا بدي اقول له الاي دي بتساوي بوست اوف اي دي، واف نوت امتي الاي دي، وهنا الكويري بتساوي ديليت from students where ال ID اللي بتساوي ال ID اللي جايني، وهنا ال result بتساوي MySQL I query. بعطيله ال connection وبعطيله ال query. ممكن انا اضيف messages او اضيف message if ال result، وهنا الريزلت، وهنا إلس. هيك هيك مش داعي أنا أعمل تاج لأنه أنا أصلا يعني في صفحة شو اسمه في أكشن في صفحة منفصلة مش في نفس الصفحة. يعني هنا سم اي دي از ميسنج، وهنا ايكو فيلد تو ديليت، وهنا ايكو ديليتد سكسسفولي. اخر شيء ممكن احط له لينك اقول له مثلا هنا اي يروح لي على ستودنتس دوت بي اتش بي، واقول له فيو ستودنتس. طيب هيك تمام. ممكن احطه برضو جوا اتش تي ام ال زي هيك، وممكن برا مش راح تاثر كثير يعني. طيب خلينا ارجع على الستودنتس. اعمل الفورم عاد، هنا بدي اعمل عاد الفورم. فانا عملت الديليت، انا هنا عملت الديليت قبل شويه. طيب نعمل تي اتش ونكتب فيها ديليت، وبعدين هنا عاد نضيف الفورم جوا الايكو. طبعا بدي اضيفه في تي دي جديده، بس فعليا هو الفورم هنشوف كمان يعني هيبين معنا انه مش راح يبين منه بس غير الزر اللي هيعمل سبمت بس. تي دي تي دي فورم فورم. هنا الاكشن بيساوي الديليت اكشن دوت بي اتش بي، والميثود بيساوي بوست، وجوه الفورم احط فيه حق الواحد هنشوف ايش نوعه الان. انبوت التايب تبعه هيدن، انت فعليا ما بتبعتش بيانات، انت بدك تبعت له بس الاي دي، والاي دي هذا اصلا انت جايبه من الكويري، يعني فيش داعي انه انت تطلع له حقول. فانت لما بدك تعمل حقل وقيمته فعليا موجوده بس بتكاش الحقل يبين لليوزر، بتعمل التايب تبعه هيدن.
تعمل التايب تبعه هيدن. النيم بيساوي اي دي، والفاليو اصلا هيك هيك انت اصلا جايبها من الكويري الرو اوف اي دي. فهذا الحق مش هيبين، اللي هيبين شغله واحده اللي هنشوفها كمان شوي، اللي هو الزر الباتون، الباتون تاع السبميت. وممكن ممكن تعمل الباتون كونفرميشن بالمناسبه، فانا بقول له تايب، اذا بدك تعمل له كونفرميشن بتسميه باتون، كاش تعمل له كونفرميشن بتسميه اي مثلا باتون كلاس بتساوي باتون باتون انفو، او ممكن نعمله دينجر بما انه حذف يعني. واخر شيء بس بدي اضيف تضيف الجي اس كود اللي عملناه سابقا للكونفرميشن. لا مش هنا، ايش بعمل انا في ستودنتس هنا في اسم حط الاي دي تبعه ديليت باتون، وهنا الاي دي تبعه ديليت باتون. نيجي على الكود، مش معطي له اسم انا ديليت. طبعا ممكن انا اعمل هنا كلوز كونكشن في الاخر يعني بعد ما اخلص، ان انا اجي هنا اقول له ماي اس كيو ال اي كلوز الكونكشن هيك تمام، الزر يعني شغال فيش مشكلة. ممكن انا اغير الستايل تبعه زي ما بدي، نيجي مثلا نحذف احمد، قال لي اوكي، مفترض انه يروح على الاكشن. طيب خلينا نتأكد ايش مشكلة الاكشن بالضبط لانه ما راحش عليه. الاي دي هذا اي دي الفورم، احنا مش معطين اي دي للفورم. انا قايل له هنا لما يدعس على البتون هات الفورم اللي الاي دي تبعه ديليت فورم، اعمل له سبميت. انا مش عارفه، مش عامل له اصلا الفورم اي دي يعني. فبدي ارجع هنا على طبعا انت مش هينفع تقول له هات لي الاي دي، هات لي الفورم اللي الاي دي تبعه ديليت فورم. ليش؟ لانه الفورم هذا الاي دي تبعه ديليت فورم، والفورم هذا الاي دي تبعه ديليت فورم. فانت بدك تقول له هات لي الفورم اللي انت فيه، يعني البتون لما يتم الضغط عليه بدك تقول له هات لي الفورم اللي انت فيه. كيف بدي اقول له الفورم اللي انت فيه؟ بتقول له زي هيك this dot parent form. هذا ايش معناه؟ معناه انت يا باتون هات لي الفورم اللي ابوك، اللي هو التاج اللي فوقك مباشره. انا ملاحظ الباتون جوه الفورم، فهات لي التاج اللي ابوك مباشره اللي هو الفورم. فمش هينفع ان انا اقول له هات لي الفورم اللي الاي دي تبعه ديليت فورم، لانه فعليا هذا الفورم ديليت فورم، وهذا الفورم ديليت فورم، مش هيعرف اي واحد هيجيب يعني، هيصير في مشكله. فانا لما يضغط على الباتون بدي اقول له هات لي الفورم اللي انت فيه، مش هات لي الفورم الاي دي تبعه كذا، لا هات لي الفورم اللي انت فيه، فهيجيب لك الفورم اللي انت فيه. باستخدام بيرنت، باستخدام فانكشن بيرنت في الجي كويري. نيجي هنا نعمل ديليت، اوكي قال لك اي دي از ميسنج، نرجع مش بعتين الاي دي، او هو مش مستقبل الاي دي بطريقه ما يعني. طيب نيجي نشوف ايش المشكله، نشوف ايش في الكود. طيب هو بيقول الاي دي ميسنج، انبوت تايب هيدن نيم اي دي فاليو بتساوي فاليو بتساوي. طيب نرجع ديليت، اوكي ديليتد سكسسفولي، رجعنا لقيناه طار. بالفعل هيك شغلنا صح، وهيك تم الديليت بشكل صحيح. هيك بنكون تعرفنا كيف نعمل ديليت من خلال PHP. الله يعطيكم العافية.